أكد معالي السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن اللجنة الاستشارية التي شكلها البرلمان العربي لدراسة مشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان قاربت على الانتهاء، حيث درست أكثر من 30 مادة ولم يتبقى سوى مادتين في طور حسم الخلاف بشأنها بين الدول العربية. وكان وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة طلب في ختام جلسة البرلمان العربي برفع توصية إلى جامعة الدول العربية للإسراع في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي قدم مشروعها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة سعادة النائب عادل العسومي عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان العربي. سعادة النائب، بداية، ما هي ردود أفعال الدول الأعضاء تجاه إنشاء هذه المحكمة؟ طبعا مساء الخير. طبعا ردود الافعال كانت جدا ايجابيه، وطبعا تم الاشاده بموقف جلاله الملك مبادرته الكريمه بانشاء المحكمه العربيه لحقوق الانسان. وطبعا طلبت اليوم المجلس طلبت البرلمان العربي برفع توصيه للقائد العرب في اجتماعهم القادم من خلال البرلمان العربي، رفع توصيه من خلال البرلمان العربي للاسراع في اقرار المحكمه العربيه لحقوق الانسان. طبعا هي راح تكون دافع كبير لموضوع حقوق الانسان والامور اللي تتعلق بحقوق الانسان، وهذه طبعا الكل اطلعناهم على تجربه البحرين والقوانين اللي اتبعت اللي طرحت وغرت مملكه البحرين في هذا الجانب. طبعا والكل اشاد بمبادرات جلاله الملك وبحكومه مملكه البحرين الداعمه لحقوق الانسان، والحمد لله مملكه البحرين من الدول العربيه المتقدمه في اقرار هذه القوانين ودعمها وتفعيلها، وان شاء الله الله نشوف المحكمه العربيه لحقوق الانسان تكون بالقريب العاجل مفعله وموجوده، وان شاء الله تحقق القرض اللي جلاله الملك من خلالها قرار المحكمه العربيه لحقوق. نعم سيد العسومي، يعني هل هناك مقترحات يعني وضعت من اجل تسريع تنفيذ المقترح الذي تقدم به صاحب الجلاله الملك المفدى بشان انشاء المحكمه العربيه لحقوق الانسان؟ طبعا انا قلت لك هناك راح ترفع توصيه من البرلمان العربي للاجتماع القادم للقاده، وطبعا الكل دعم هذا المقترح واكدوا انه راح يكون دفع قويه لموضوع حقوق الانسان. اضافه ان اليوم المجلس كان في عقد جلسه استماع مع امين عام لجامعه الدول العربيه، وتم طرح بعض المداولات من خلال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمان العربي اللي رأسه الأخ النائب عادل معاود من مملكة البحرين. نعم، إذا سعادة النائب عادل العسومي عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان العربي، شكرا.